أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مراعي الأثر. حلقتنا اليوم عن الفنان الراحل والقدير الأستاذ عباس جميل، وأيضا ضيفتنا راح تكون معنا في هذه الحلقة الست الفاضلة أمل الخضير. أمل الخضير الأستاذة الفاضلة، طبعا أكثر فنانة متعاملة مع الفنان الراحل عباس جميل. راح نتكلم أكثر عن تفاصيل الأغنية العراقية وأداء الأغنية العراقية في الحاضر والماضي. خليكم ويانا. جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى. مثل ساقية ماء تجري بهدوء في حقلنا أخضر، على جانبيها شتلات ورد جلس العشاق بينها يتهمسون وهم يسمعون أنغام أغنية بغدادية قديمة. جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل. هكذا ترى الجميع يرددون النغم رقيقا حالما مليئا بالشجن والعاطفة والأصالة. نعم، فاللحن لابن جميل ابن الشيخ قمر الشيخلي، وهو عباس المسكون بالطرب والموسيقى والانتماء للبيئة. ولد في حارة وسط بغداد في باب الشيخ، وانهل منها موضوعات أغانيه لصوته نكهة وعذوبة، ولجملته الموسيقية لمسة خاصة. قضى نصف قرن في حقول الموسيقى وبساتينها، تعامل مع نجوم الطرب العراقي والعربي ليكون بصمة متميزة في الموسيقى والغناء. أبكى العراقيين على الأم باعتبارها القيمة الإنسانية الأجمل، فصدحت العيون قبل الحناجر مع زهور حسين غريبة من بعد عينك يا يمة محتارة بزماني. كان عباس جميل متجددا، ورغم أنه أنهى دراسته في معهد الفنون الجميلة عام 1953 حين كانت الأغنية العراقية ذات فضاءات محدودة، إلا أنه استطاع أن يخرج عن إطار التقليد واجتهد وقدم أغنيات ظل أثرها على وجدان العراقيين حتى الآن، وبقي متواصلا إلى آخر أيام حياته، حيث فارق الدنيا عام 2005 وهو في قمة العطاء والنجاح والتألق. أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، واه شمعة شمعة. الاسم فيصل عباس جميل، تولد بغداد 1984، خريج كلية فنون جميلة، وقبلها خريج معهد دراسات نغمية. عباس جميل، بعد أن ترك الراحل عباس جميل موروثا هائلا من الفن والتراث، ماذا ترك فيكم كعائلة؟ بالنسبة لوالدي الله يرحمه ويرحم الجميع إن شاء الله، الجانب الإنساني بغض النظر عن الجانب الفني، الجانب الإنساني وهي ميزة أكثر الناس في العقود السابقة، يمتازون بالكرم والغيرة والطيبة ونفس الوقت الولاء للوطن، والحمد لله والشكر. علاقاته مع الوسط الفني مع الفنان؟ والله والدي كانت علاقاته جيدة جدا وفوق الممتازة أيضا، نقدر نقول مع الجميع وبدون استثناء. برأيك ما هو أجمل أو أهم عمل موسيقي قدمه الراحل عباس جميل؟ هذا السؤال نسأل والدي في أكثر من مناسبة، فدائما كان يكرر أفضل يعني مجموعة الأغاني، إن أفضل أغاني عنده كلنا يحب نعتز بهن، لكن أكثر اثنين مؤثرات عنده تشاوينهن وغريبا بعد عين شيء يمه. نعم. الألحان اللي يعني اللي تعب في صياغتها وأيضا مؤثرة. يا الواشي عترتاح واضحك للقوة، حسب لك أنا توجع والحب تشتاح. آه يا الواشي عترتاح واضحك للقوة، حسب لك أنا
لها قصة ظاهر في حياتها. تعرفش عن هذه القصة؟ والله ما يعني حتى والدتي كانت ما مخلوقة. طيب بالستين علاقتك أنت بالوالد وشنو تتذكر أيامكم؟ والله شوف والدي الله يرحمه ويرحم الجميع إن شاء الله أبوي يعني هو في أساس حياته كان تربوي معلم في الابتدائية ابتدائية ابن جبير و المهج فصياغته بالحياة صياغة تربوية أبوية يعني كانت الزوجة والأطفال أو حتى الأقرباء اللي يصغروا من عمر فكان توجهاته دائما على الخط التربوي أكثر مما هي أنه تميل إلى الأمور اللي تخص الحياة الدنيوية يعني تهتم بالدراسة العلمية أكثر مما تهتم بحياة الحياة الدنيوية أو ما يشابه الحياة الدنيوية. تمام. هل تفكرون بتوثيق عطاء الراحل بالكتاب أو عمل فني شيء يشمل حياته ومنجزه؟ والله كانت الفكرة موجودة عند كاتب عراقي اسمه أستاذ راشد الخلوصي كتب كتاب يعني كتاب جيد جدا ولكن مختصر للأحداث. ماكو فكرة أو نية بنوت؟ والله أكو فكرة فكرة فيلم يعني. تحشين عن هذا الفيلم؟ يعني هو الفكرة انطرحت في مصر وعلى أساس أنه أنا يكون يعني الجزء الأول من حياته وشركة إنتاج هي خليجية كويتية وبعد الموضوع يعني قيد الإنشاء مو قيد التنفيذ. برأيك هل انصف المعنيون والدك كفنان؟ شوف الفنان العراقي على مر التاريخ هذا المئة عام اللي مضت كلهم ما أخذوا حقوقهم كاملة يعني بداية من الأستاذ محمد القبنشي مطرب العراق الأول ووصولا إلى حتى آخر شيء جيل التسعين أكثرهم مظلومين. الإعلام العراقي مشكلته دائما يسلط الضوء على الفنان بعد وفاته لا يعني قضية منتهية من عنده هاي واحدة. الثانية إعلامنا يهتم بالجانب المادي والجانب الاستعراضي بالتصوير وهاي فد نقطة يعني تأثر على الفنان وتخلي خلل بالتوازن القاعدة الفنية في العراق. لذلك الآن نشوف إنه الظاهرة الفنية الموجودة أو الظواهر الفنية اللي قاعد نشوفها بالتلفزيون لا تقارن ولا أيضا تقدر تقول إنه هي امتداد لحتى الجيل التسعين. طيب من عائلتكم صار على النهج عبار فيلم؟ والله أنا فترة يعني إحنا المشكلة كنا محبين الفن متذوقين يعني بس كغناء وكممارسة أكثر يعني فترة ما بين 5 سنوات وتركت يعني. شنو السبب ليش ما كملت؟ اتجهت إلى غير عمل يعني أعمال حرة وشغل ثاني. أوكي أكو كثير من الفنانين يعني عندهم أكثر من عمل ولكن الفن الفن يعني الفن الحقيقي يعني يأخذ الوقت كامل ولازم تنطي كامل ماكو تجزئة به هاي نقطة. النقطة الثانية التوازن ما بعد الأحداث صار بي خلل بالجانب الفني أحكي لك والفن مرتبط بالجانب السياسي الاقتصاد مرتبط بالجانب السياسي كل ما يكون الجانب السياسي مستقر فتلقى جانب الاقتصادي مستقر الفني مستقر حتى الحياة بصورة عامة مستقرة. فالفن من ضمن الأشياء أو من جملة الأشياء التي لم تستقر إلى هذه اللحظة حتى في الوطن العربي يعني في سوريا وفي بيروت. فكانت الأغاني لها تفرق عما يعطيها إلى الفنانة وحيدة خليل أو إلى الفنانة مادة نزهة. لكن مجملا خلينا نقول لكل مطربة بصمة فخلينا نقول زور حسين كانت بصمتها أخاف أحكي عليها الناس يقولون وغريبة من بعد عيني شيء أمه وأيضا أعطاها حلو هاي حلو غنت الشاب في برنامج The Voice مع الأطفال أعطاها جيت ليل الهوية مع الحراقة سلمى يا سلامة عادها أعتقد أورا ستار فترة من الفترات وأيضا كلهم عادوا هاي الأغاني. وحيدة خليل كانت أنا أعتبرها من القمم الأغاني اللي أعطاها يعني
مثلا إلي حفظ ربي يا يمه، يمه وحق عيناك، على بالي أبد ما كان فرقاك، ماني صحت يمه حاجة وأنا هنا، أمس واليوم ما مر علي، بسكوت هون بسكوت ما ورد شحات، علي من يا قلب تعتب علي من. يعني هاي من الأغاني اللي تعتبر، يعني أنا أعتبرها قمة بالموروث العراقي، وأيضا لأي مطرب يريد يعيد أغنية من التراث. يعني هو الغلط، احنا طبعا مناسبة غلط نطلق على هذه الأغاني من التراث لسبب. الأول أنه التراث يجب أن يكون غير معلوم، الشاعر أو الملحن مفقودين من الأسامي، وتمر عليها أكثر من 500 سنة أو 1000 سنة. يعني يلا تطلق عليك الموروث، يعني هذا يعني هو أيضا موروث يعني بس بصيغة أخرى، لأن قريبة في زمن قريب، وأيضا أصحاب الشيء الموجودين. كان أي فنان يظهر في تلك الفترة في البداية دائما يختار الملحنين اللي خلينا نقول يعني لهم باع طويل، وأيضا أصحاب خبرة، أيضا مؤثرين بالساحة الفنية. فمن تلك الأسامي اللي كانت موجودة كان والدي، ووالدي كان أكثر إنسان مؤثر كألحان، كعدد ألحان. يعني بقية مؤثرين، الفنان رضا علي، عزيز علي، كلهم احترام وتقديم، كلهم مؤثرين، لكن هو كان تأثيره اكبر لان عمله اكثر. كان بالاسبوع يقدم 3 اغاني 4 اغاني من المطرب، وكانت الاذاعه والتلفزيون يعني شرط من الشروط المطرب اللي يظهر بحفله التلفزيون يغني الاغنيه مال الاسبوع اللي قبلها مع اغنيتين جديده. فكانت الاعمال متواصله، لكن مع الاسف لم تسجل. طيب هذا الرقم صحيح، اكثر من 400 اغنيه؟ اكثر من 400 يعني. اكو اغاني او يعني اكو اغاني اللي قدمها هسه، شلون قلت لك انه كان كل خميس لازم يقدمون اغنيتين، يعني ما يقارب 8 مطربات الى 7. فاحنا خلينا نقول كل اغنيه، كل مطرب اغنيه، فهي 14 اغنيه في الاسبوع، واحسب على امتداد لحد تقريبا 65، يعني من بداية التأسيس الإذاعة والتلفزيون 63 لغاية 65 هاي الفترة اللي بدأ بيها التسجيل. هاي الفترة يعني أغلبها ما سجلت الأغاني، مسجلة عن طريق شركات، عن طريق حفلات، لكن بعدها يعني هو حتى والدي في فترة الثمانينات أعاد صياغة الأغاني اللي لحنها القالب الجديد اللي يواكب فترة الثمانينات، وعادها بصوته. والبعض من أعطاها الفنان أمل الخضير، حميد منصور، بعض المطربين اللي ظهروا في تلك الفترة. فنرجع على سعدون جابر، بداية ظهوره، وكان لابد أنه يبدي مع اسم ملحن كبير، فاجتمعوا بأغنية أمي يا أم الوفا، كانت هي الأولى، كانت كلمات الشاعر الأستاذ كريم العراقي. كان والدي مار بتجربة، يعني ابنه مستشهد وزوجته متوفاية فترة السبعينات، جابوا له الناس ما بين يلحنه وما بين ما يلحن، يعني معتكف طوال لفترة طويلة. فوالدي يقول يعني يقول ناني وعمل حلاقة متوجه للدوام، فاجى اللحن بصوره كامله. كانوا يحفظون النص، يقروه من المره الاولى، الثانيه ينحفظ،
يبقى بالبال، لهم قوة تركيز جدا عالية، فكانوا يحفظون النص، والنص من يحفظه ويتأثرون به أكثر مما هو مكتوب ويلحنوا، يكون الطابع تأثيره أكثر أقوى عليهم. فلذلك نشوف ألحانهم أغلب، مو أغلب، إنما كلهم مؤثرة. طالب القرولي، عباس جميل، رضا علي، أسامي كبيرة يعني. يا يوم الثار هواي سلوى إلي دنياي، بالكاس أشوف يلوح لو ردت أشرب المي، وإنتي وعلي غالي ولا غير يا حلالي. قدم ألحانه لعمالقة المطربين العراقيين، منهم زغر حسين وسليمة مراد ووحيدة خليل ونزهة يونس وأنصاف منير ولميعة توفيق وعفيفة اسكندر ونرجس شوقي وأحلام وهبي وعبد محمد وشهيد كريم وصبيحة إبراهيم وعزيمة توفيق، وللمطربين العرب أمثال ليلى عبد العزيز وعباس البدري من الكويت وليلى حلمي من مصر وسلامة من لبنان. كما قدم ألحانا بقيت خالدة لمطربين ومطربات، من بينها شاوين هلنا للمطربة وحيدة خليل، ويا طبيب لداخل حسن، ومن أغانيه الشهيرة عليمن يا قلب تعتب عليمن، وبسكوت أوان بسكوت، وغنى عباس جميل أيضا أغاني ما زال العراقيون يرددونها، وانتشرت في الوطن العربي منها هذا الحلو كاتني يا عمة التي غناها الفنان البحريني خالد الشيخ والفنانة المصرية أنغام. وظل عباس جميل مواكبا لتطور الأغنية، فتعامل مع المطربين من كل الأجيال، وحين أراد الفنان سعدون جابر أن يغني عن الأم ذهب إليه بكلمات موجعة مؤثرة ليلحن له لحنا كبيرا، فكانت أغنية يا أم يا أم الوفا. الجزء الأخير أريد أتكلم عن وفاته. أي نعم. في أي سنة وجنابك وين كنت موجود؟ أي نعم، كنا بغداد. وطبعا أغلب الصحف كاتبين 2005 2004 أنا أريد تعرف هذه المعلومة منك. قبل 10 سنين يعني. نعم. التاريخ سبحان الله كل 10 سنين يتغير الأحداث مالته، لذلك الواحد اللي يباوع كلش لي ورا ويتأثر بالتاريخ. نعم. يعني ويحطه رأس مال. نعم. يعني أكيد بي أخطاء. 3/1/2006 3/1/2006 توفى والدي، ووفاة طبيعية يعني، وأنا كنت موجود بالبيت. والدتي وأختي سحر كانت تعمل في قناة آشور، بس ما قالوا لها الخبر، مع أنه هي كان عندها بث مباشر وكان نازل بالسبتايتل وفاة الفنان. قرت لا ما قرت، وهي بالطريق دي خابروها يقولها والدك مريض بالمستشفى، فتخابرني تقول لي فيصل ابويا ايش بيه، قلت له ما بي شيء موجود. يعني الموقف الله يرحمه. حاليا في اي مقبره؟ مقبره العظميه القديمه. العظميه القديمه او شيخ معروف؟ لا لا، مقبره العظميه القديمه. زوجته هناك وابنه هناك الله يرحمه. ماني صحيت ومحار جوين هلنا جوين هلنا، والفن جهال بالدار وبعد ضعنا يا يوم وبعد ضعنا، ماني صحيت يمحى جوين هلنا، ماني صحي يمحى جوين هلنا جوين.
طيب ليش اختارت آلة العود؟ شوف، هي بداية تأثر بوالدي أولا، وتأثر طفل أنا وكنت أسمع لسافة ريد الأطرش، يعني كلش متأثر به. ثلاثة، كنت أفكر أنه يعني أكون على خط والدي كملحن، وفعلا عملت ألحان، يعني قدمت لي محمد كمال، قدمت له جمال السحر كلمات كاظم السعدي، وقدمت المطربة عراقية في استراليا مقيمة اسمها سؤال غريب قبل ساعة، وقدمت مجموعة أغاني ما يقارب 50 عمل إلى شركة كويتية يعني بال 2007، بس كلهم ما ظهرن، يعني بعتها لهم واحتفظوا بها ولحد ما موجودة، في يمكن في لحظة تطلع، يعني الله أعلم، يعني صارت من حقوقهم هم. ان شاء الله ست امل في حلقه جديده من برنامج مرايا الاثر. السؤال الاول هو انا اريد اعرف اليوم كيف تشوفين الاغنيه العراقيه رغم هذه التغييرات الكبيره اللي صارت، نظرتك للاغنيه العراقيه؟ انا طبعا قبل ما اجاوب اقول احييكم واحيي قناتكم الموقره، ويا رب ان شاء الله دائما نلتقي لقاءات حلوه وعلى خير وبركه ان شاء الله. يعني أتمنى ما أسكت، ما أقدر أحكي، بس لازم أحكي لأن البينا ما يخلينا. ماكو أغنية حاليا، أغنية بمعنى الكلمة الأغنية ماكو، ما عندنا للأسف. يعني إيش تسمع مثلا من حيث المفردات الكلمات؟ ماكو حقيقة، غير أنا أقول لك بالنادر يمكن كل 3000 أغنية تطلع أغنية جائز ومو 100%. ما أظلم أحد من هذا الجيل طبعاً، هو لأن إحنا ما حد خربط شغلة الفن والغناء غير هذا الجيل للأسف، مع احترامي لهم وحبي لهم. أنت عندك صوت، اختار النص الجيد، اختار الكلمة تخدم المجتمع، إحنا هذا هدفنا، يعني من نحكي ومن نعترض هذا هدفنا لا أكثر، لأن إحنا مشينا وبدينا سيرة تمام، فلازم نريد امتداد إن نفس النهج، بس ما دا يصير. جنابك او فنانين وفنانات كبار ولهم ثقلهم بالساحه، طيب ما قدرتوا تتواصلون او تسوون تشكلون لجان بهذا الخصوص، كلمات الاغنيه العراقيه والاغاني العراقيه يكون عندها لجنه قبل عرض الاغنيه او قبل تسجيلها؟ هذا اذا يكون شيء رسمي من خلال الوزاره او من خلال الاذاعه والتلفزيون، شبكه الاعلام مثلا، من خلالها احنا نقدر نحد من هالأشياء هذا، بس هم نفسهم الوزارة ولا ماكو اهتمام لهيك مسألة، ما خليها. يعني احنا قبل من نسجل أغنية نروح نختار الملحن، يختار لنص أرض طيل ست أمل مثلا، يختار النص المجاز، أكو لجنة تجيز الكلام وتجيز اللحن، أكو لجنة عمالقة يقيمون الأصوات وينطوهم ويأخذون بيتهم، لكن هسا وينك؟ وعنده فلوس يروح يسجل أغنية، مو هذا اللي يصير هذا؟ وشنو يا ريت أغاني كلها موسيقى جاهزة، كلها أغاني تركية وأغاني هذا، هاي إذا نقول أغاني بمعنى أغاني، أما أغاني الباقية لا، صمون 10,000 وبس بس 100، وهذه حرامات، يعني حرامات، مع احترامي وحبي إلهم، أنا ما دا أحكي عليهم، بس أريد يعني يحسون انه اكو شيء صح، احنا دا نقولهم نحو الصح، دا احكي لهم شيء صحيح، يبدون انت صوت عندك ليش ما تختار اغنيه حلوه، بعدين ليش انت تريد توصل الطق راسا، انت كل ما تطق راسا كل ما توقع. طيب ست، انت تشوفين ممكن اليوم المجتمع العراقي حتى المجتمع العربي تغير؟ مو ذاك المجتمع تغير، فاذا يعني هو الفنان يهمه جمهوره،
يا ناس يا جمهورنا العزيز، مو إيقاع بس، الأغنية وجدان، الأغنية إنه تسمع شيء، كلمة حلوة، تسمع نغمة حلوة، تسمع أداء حلو. هاي الأغنية مو هي إيقاع مجرد تصفيق حكي وإيقاع بس حتى الناس ترقص، لا لا، هذا كفر بحق الفن، كفر بحق شيء اسمه غناء بالذات. اليوم حلقتنا عن الراحل عباس جميل، الله يرحمه أستاذي وأبويا الروحي. هذا أكثر، أول شيء أريد أعرف ليش أكثر فنانة أنت تعاملت وياه أو هو تعامل وياك؟ هذا بحد ذاته السؤال يعني في الوسط. السؤال حلو. أولاً لأن إحنا معرفتنا أستاذ عباس من أنا بالبصرة، يجينا زيارات للبصرة وألتقي به، فنمى صوتي على تدريباته هو، فكان يسمعني ورأسها من سمعني مرة مرتين قالها لأم وسام، قالها هذه يصير فنانة وفنانة تمام. فصار تواصل بيني وبينه، وكل ما يشوف أغنية وشاف إمكانية صوتي، ما أقول لك الصوت الجهوري لا، بس الإحساس، شاف إنه الإحساس هو اللي هو سبب نجاح كل مطرب، الإحساس. فشاف عندي هالصفة هاي بالغناء، ونبرة صوتي ساعدت، فصار تعاون أكثر يعني، لأنه إحنا من فترة عائلياً ويا أستاذ عباس الله يرحمه. أغنية التوبة من المحبة، أيه. هذه الأغنية أخذت الكثير من وقت، أيه. شلون أي سنة تسجلت؟ والله هي على السنين حبيبي ما أقدر أذكر لك بالضبط، لأنه هي من هاي من السبعين، من 65 إلى منتصف الثمانين أنا أسجل أغاني القديمة والجديدة يعني، فما أتذكر. الأغنية الأقرب إليك من الحان راحل عباس جميل؟ كلها واحدة أحلى. لازم أكو واحدة مميزة. والله ما أكو كلها، لأنه كلها واحدة أحلى من الثانية. مثلا أبو عيون وسيع أقدر أقول أحسن من حاول، مثلا ما أنام وعيني تغفى، علمتني بحبك أفرح، على بالي، يعني مجموعة أغاني، منين أبدي لك، كلها أغاني حلوة، وما أقدر، غريبة من بعد عن شيء مثلا، ما أقدر أركز على أغنية. أكو أغنية تلحنة تمنيتي أنت تغنيها لغير مطربي؟ نعم والله هي احنا نقول كل شيء بالقسمة أكيد بس يعني أكو أغاني حلوة، مثلا ما أتذكر بالضبط أغنية سألت عنك مال ستمائدة، كان يعني ولو ستمائدة سيدة الغناء العراقي الله يرحمه، فهي كانت يعني هاي واحدة من مجموعة أغاني ردت يعني ما دا أتذكرها، كنت أتمنى أريد أعرف شلون تعرفتي على راحل عباس جميل؟ هو قلت لك من خلال العائلة أو العائلة ومن زيارات المتكررة للبصرة، ومعرفتها بسليمة أختي وأبو وسام زوجها، فكان يصير لقاءات هواية، ومن البصرة كنا صار تعارفنا. مواقف حصلت بيناتكم؟ والله سواء موقف مضحك أو موقف إنساني أو مواقف، لا تذكرين أحد المواقف؟ والله ما أظن مواقف، يعني هي اعتيادي جائزة تصير وتنسي تروح، بس ما تضل ببالي. بس إحنا كاستمرارية عائلياً إحنا تعامله مع الناس، مع الأولاد، مع الفنانين. يا الله شنو من أخلاق، شنو من طيبة، شنو من دبلوماسية، شنو من ما أعرف، يعني مو لأنه أستاذ عباس بس هاي حقيقة، هذا إحنا نقولها، أنا شت أقولها وفعلاً أحس الأب الروحي إلي، فرجل والكمال لله متكامل، كان بأخلاقه بفهمه بفنه راقي كبير يعني، والله الكبير.
طيب بعد وفاة عباس جميل قدم أكثر من 400 أو 500 أغنية للفن الوسط الغنائي، برأيك أخذ حقه هو، أخذ مكانته، أنطوع حقه؟ هو أنطوع يعني نقول ما نقول 100% بس 80% أخذ حقه، ونتمنى الأكثر يعني يستاهل الأكثر، هو يستاهل أن يكون أكثر من ما استحق من تقييم وتكريم وتقدير، لأنه إلا بصمته اللي ما تتكرر ولا تتعوض. منو من الفنانات تسمعينهم وقريبين عليك؟ الحالية؟ نعم أو القبل، بس الحالية القبل أنا كلهم أسمعهم، العرب والعراقيين الفنانات والفنانين كلهم أسمعهم، بس حاليا لمن تسمع يعني مثلا منو عندك تسمع؟ أنا أقول لك أحيانا فريدة تغني حلو، المطربة المقام وهذا حلو تغني، ولا منو عندنا مطربة يعني نقول عليها مطربة أنت تعرف؟ أكو فنانات ومطربات يعني أسماء ذكرني مثلا الساحة متواجدين يعني رحمة رياض، عندك إسراء الأصيل، ما أسمعهم القصد يعني هم أصيل أكو. أصيل أسمعها أصيل أصيل أصيل, أصيل أسمعها أسمعها، لأنه أنا حتى رحمة لو يصير مجال أسمعها، مو لأنه ما عندي أي موقف فيها، يشهد الله بتنا هي وأبوها كان أقرب الناس إلي، وأني أتمنى أن يفهمون أنه أنا مو ضد شخص معين، أنا ضد أنه أكو تاريخ، يعني أنا أجيبها مثلا طالبة على ذكر رحمة، يعني أنا هسه دا أسترسل بالموضوع، طالبة بصف أول تدرس وحدة بصف خامس ابتدائي، يصير؟ يصير؟ يصير. أنا هذا اعتراضي، ولا هي كفنانة إلها ناسها إلها جمهور إلها لونها، ما عندي اعتراض عليها، بالعكس أتمنى لها التوفيق حقيقة يعني، بس هم يفهمون غير شكل، ولهذا وكل من ذوقه يعني أنا من أسمع اعتيادي أريد أسمع الشيء الكلمة الحلوة الأغاني الحلوة اللي تليق بالأغنية العراقية والصوت الغنائي. يعني هسه أنا حسن الرسام مثلا أحب صوت الولد وأحب اختياراته للأغاني، أمانينا نظل على البال الله. من أروع أغاني قطع نزات عنده أيضا يعني، والدليل على أنه أسمع، فما أقدر أقول عليه لا. محمد الفارس يعجبني صوته مثلا، محمد عبد الجبار قمة قمة، وغيرهم مع احترامي لهم ما أتذكر. تحياتنا لهم أكيد، تحياتي لهم، وأتمنى لهم أنه يكون اختياراتهم دائما صح وتخدم الجمهور والمجتمع، هذا كل ما هنالك يعني. اتبع وين ما يروح وقربا سلوى الروح، اتبع وين ما يروح وقربا سلوى الروح، يقولون انا بعيون الوسيه وديار الغرب لو راح اطيح. اريد اعرف اكثر عنه وللمشاهدين اكو تفاصيل خاصه، اكو امور يعني ما حد منوح عليها عن هذا الشخص الكبير؟ والله هو تقريبا أنا بالنسبة إلي إيش قد أريد أقول عنه، إيش قد أريد أحكي عنه، أستاذ عباس جميل ما يوفي شيء اللي هو يستحقه، ما يوفي ربع اللي أريد نقوله عنه، إنسان كبير بكل معنى الكلمة يعني من كل النواحي، أخلاق وثقافة وفن، و هو كان الله يرحمه كان هو عميد الأغنية العراقية. الأغنية العراقية هنا عفوا قبل فترة كانت حلقة مع الأستاذ أيضا الأستاذ الكبير ياس خضر، تسمية العميد الأغنية العراقية أي جهة اللي تسمي هذه التسمية؟ لازم من جهة رسمية يعني موثقة، هي إنه الوزارة مثلا تنطي هذا اللقب، النقابة تنطي جهة تسمية هذه، إذا تلقب او تنطي تكرم الفنان بكذا لقب فمعناها هو اوكي يعني معناها واصل. طيب ست امل بعد وفاه الاستاذ عباس جميل علاقتك مع العائله لحد الان متواصلين على تواصل؟ تمام دائما من الاقرب، ولو اني شنو اني شوي ام وسام اكثر هي تقارب من العائله، لانه زوجته صديقتها وصديقتي واختنا يعني سحر وفيصل ربوا عندنا ويانا، فاحنا لا تزال علاقتنا الحمد لله قائمه وعلى اطيب حال.
عشت الايادي وشكرا جزيلا حبيبي، اخذنا من وقت الست حبيبي. لا بالعكس بالعكس، انا قلت لك ايش قد اريد احكي عن الاستاذ عباس ما اوفي، وخساره كبيره هو طبعا من فقدنا، وما يستحق الا الرحمه ويا ربي ويحفظ، ونتمنى نتمنى انه نحافظ على ما قدم خلال مسيرته الفنيه العملاق هذا. قبل ما اختم هذا الحوار، كلمه اخيره تحبين توجهيها للفنانين وللجمهور؟ او انا اولا اتمنى للفنانين والشباب اللي هم مبتدئين، ركز على انه يثقف نفسه ويسمع الاغاني الصعبه القديمه حتى يمرن صوته من خلالها، يقرا الموسيقى، يتعلم موسيقى، يبعد عن شيء اسمه غرور. وكلمه الكلمه الحلوه هي اللي تخدم المجتمع. اذا جاك نص استشير بها ناس، استشير بها ناس اعرفهم اقدم مني، وهذا استشير انه هذا كلام حلو، اخذ اراء ويلا اقدمه، لان الاغنيه هي 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 منبع، منبع الفن الحقيقي واللي هي في كل ذات كل انسان. عفوا راح اطلب منك طلب، اذا ممكن يعني نسمع شيء من صوتك الجميل حتى لو شيء بسيط للجمهور بعد. انت من اي اغنيه مثلا؟ من اي اغانيك القديمه او اي شيء قريب لك؟ هو يعني احنا بمناسبه استاذ عباس جميل، نعم، أغني واحدة من أغاني مالت اللي أنا مسجلتهن، منين أبدي لك وأسولف قصتي، ليش أسولف وأنت تدري بحالتي، منين أبدي لك وأسولف قصتي، ليش أسولف وأنت تدري بحالتي، انت اسباب الاذيات، انت احلى الناس بيا، انت اسباب الاذيه وانت ادرى الناس بيا، حظي جابك حتى تسلب راحتي، منين منين ابدي لك واسولف قصتي. مضمون، كلمه مفرده حلوه، أتمنى الصحيح حبيبي. شكرا جزيلا، حبيبي حبيبي حبيبي، أشكركم وأشكر القناة وأشكر الشباب الحلوين وأشكر حضرتك أمي، وإن شاء الله تواصل على طول وخدمة كل الناس الطيبين. شكرا لك، شكرا جزيلا ستنا. I'm